في الصحيحين أن معاذ لما بعث الرسول اليمن قال له إنك تأتي، كما في حديث ابن عباس أن الرسول لما بعث معاذ اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم أهل اليمن، وكان سكانه ذاك الوقت من العرب ومن اليهود. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله، ورواية أخرى وأني رسول الله، فليكن أول ما تشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فاللفظ الآخر فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية البخاري فدعهم إلى أن يوحدوا الله، وهذا هو معنى شهادة لا إله، معناها توحيد الله والإخلاص له. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني تركوا الشرك واستقاموا على التوحيد وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمرون بعد هذا بالصلاة والزكاة وبقية أمور الإسلام. قال فإنهم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترى 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترى صدقة تؤخذ من غنائم فترد في فقرائهم. هذا يبين أنهم لا يدعون إلى الصلاة والزكاة وغيرها إلا بعد التوحيد، بعد أن يدعوا الشرك، بعد أن يوحدوا الله وينقادوا للشريعة ويؤمنوا بالله أنه ربهم وإلههم ومعبودهم الحق، ويدعوا العباد الأوثان والأصنام، ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. إذا آمنوا بالله ورسوله وتركوا عبادة الأوثان والأصنام بعد هذا يدعون إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فأول شيء يدعى إليه توحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا أول شيء. ثم الدعوة إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المعاصي وفعل كل ما أمر الله به وترك ما نهى الله به، هذا كله بعد إيمانهم بالله ورسوله، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكون الدعوة بعد ذلك إلى بقية أركان الإسلام وإلى بقية أمور الإسلام وإلا ترك ما نهى الله عنه. هذا هو واجب الدعاة على هذا التفصيل، يبدأون بالأهم فالأهم،